ودعت الكويت اليوم الفقيد العم ناصر محمد ناصر الساير عن عمر يناهز 90 عاما، تاركا وراءه إرثا سياسيا واقتصاديا كبير. وأجرت مراسم تشييع الراحل عصر اليوم في مقبرة الصليبيخات وسط حضور كبير من مختلف أطياف المجتمع الكويتي. فقدت الكويت اليوم أحد الرجال البارزين في تاريخها الحديث، وهو العم ناصر الساير طيب الله عراه وأحسن مثواه. العم ناصر الساير له بصمات واضحة في العمل في بناء نهضة الكويت الاقتصادية وفي العمل السياسي، حيث كان عضوا في عدة فصول تشريعية وفي أعمال الخير التي انتشرت في كل بقاع الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مثواه الجنة إن شاء الله، وأن يصبر ويثبت أهله وأحبائه وأبنائه وبناته ويرزقهم إن شاء الله الصبر والسلوان. وسيبقى العم ناصر الساير قصة تبقى في وجدان كل الكويتيين لما قدمه للكويت والكويتيين في كافة المجالات والقطاعات المختلفة. نعزي أنفسنا ونعزي أهل الفقيد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن عزاهم وأن يكون مثواه الجنة إن شاء الله. الكويت اليوم فقدت أحد رجالاتها الاقتصادية بمن كان له دور في نهوض الاقتصاد الكويتي، اسم يعد قامة في عالم الاقتصاد الكويتي وأيضا حتى على مستوى الخليج العربي. العم ناصر الساير رجل لا يتكرر، ونسأل الله الرحمة والمغفرة، ونسأل الله إن شاء الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يعني يخلف علينا في أبناء إن شاء الله. العم ناصر الساير يعني من مؤسسين أغلب المؤسسات الاقتصادية، هامة اقتصادية، الله يرحمه ويغفر له إن شاء الله. وبالفعل الكويت فقدت أحد أبنائها اللي ساهم في نهضتها الاقتصادية، أسأل الله له الصبر والسلوان إن شاء الله. والله أقدم التعازي حق أسرة الساير الكرام، والله يصبرهم والله يغفر حق المرحوم.